السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله تبارك وتعالى تاريخ ديال العطل المدرسية لهذا الموسم، موسم 2022-2023. بالنسبة للتاريخ ديال العطل مهم جدا بالنسبة للتلاميذ اللي كيخدموا ببرنامج دراسي، يعني اللي تكون عنده برنامج دقيق للعمل. فهذا الموسم استثنائي، غادي يكونوا فيه 5 ديال العطل وليس 4 كالسنوات الماضية. إذا السنوات الماضية كانوا عندنا 4 عطل، 3 بينية وواحدة في منتصف السنة، الآن أصبح 4 عطل بينية وعطلة منتصف السنة. إذا العطلة الأولى البينية ستكون 23 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، يعني فيها 8 أيام. العطلة الثانية ستكون من 4 دجنبير إلى 11 دجنبير، وكذلك فيها 8 أيام. ثم عطلة منتصف السنة اللي غتكون الأحد 22 يناير إلى الأحد 29 يناير، وكذلك فيها 8 أيام. ثم العطلة البينية الثالثة اللي غادي تكون 12 مارس إلى 19 مارس، 8 أيام كذلك. ثم العطلة الرابعة والأخيرة التي ستكون الأحد 30 أبريل إلى الأحد 7 مايو، كذلك فيها 8 أيام. وغتكون هذه آخر عطلة في الموسم الدراسي لهذه السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أعيد وأكرر ابتداء من الآن من خلال هذا الفيديو هذا، خذ ورقة وخذ استعمال الزمان، راه موجود في المؤسسة ولا غتاخذه يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى، وحدد برنامج، وإن شاء الله أنا سأضع لكم فيديو ممتاز جدا نحدد فيه كيفية إنشاء برنامج دراسي الذي سيجعلك تنظم وقتك، لأن أساس النجاح هو تنظيم الوقت. إذا كان وقتك منظم ستكون ناجح إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.